استقبلت منطقة الصباح الطبية التخصصية 4 سيارات جولف لنقل جميع المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وستساهم هذه السيارات في نقل جميع المراجعين من المبنى القديم إلى المبنى الجديد بمستشفى الرازي نظرا لاتساع المسافة بينهما. يسعدني اليوم أن أتواجد في منطقة الصباح الصحية لتسليم 4 سيارات جولف لنقل المرضى والمعاقين من موقع إلى آخر. خاصة إحنا نرى بأن متأكدين بأن مستشفى الرازي على المسافات البعيدة بين البوابة الرئيسية للحوادث والأجنحة مسافات بعيدة جدا. إحنا هني في مستشفى الرازي المبنى الجديد قاعد نستلمنا سيارات جولف من سعادة محافظ العاصمة. هذه السيارة إن شاء الله راح تفيد المراجعين، على أساس عندنا إحنا مبنيين، المبنى القديم والمبنى الجديد، فتقريبا مثل ما إحنا مبنى العظام طبعا الناس كلها عندها كسور والصعوبة في المشي خاصة لكبار السن، هذه سيارات إن شاء الله راح تساعد نقل المراجعين من المبنى القديم إلى المبنى الجديد.